تختص جامعة الأزهر وحدها دون سواها في أنها حارسة الوسطية وحارسة الفكر الوسطي الذي تحمل أمانة بلاغه لا إلى المصريين ولكن إلى العالمين. من أجل هذا تنوعت البيئة البشرية في جامعة الأزهر تنوعاً لا نظير لها في العالم كله، فتضم جامعة الأزهر أكثر من 16,000 طالب من 117 دولة في العالم. هي مسؤولة عن الأمن الفكري الإسلامي لهؤلاء الذين يعودون إلى قومهم منذرين ومبلغين رسالة الإسلام. وهو ما تقوم به جامعة الأزهر وحدها دون أي مؤسسة في العالم كله. كذلك أيضاً تمتاز جامعة الأزهر بالأمن اللغوي، ونحن بحاجة أيضاً إلى البيئة اللغوية الصحيحة، لأن لغة أي أمة تمثل ثلث هوية هذه الأمة.